اليوم تعقد الجمع العام يعني الانتخابي ديال اللجنه الاولمبيه، كيفاش دازت هذه الاشغال ديال الجمع العام؟ المهم الاجواء، اولا تنهني الرئيس السي العريشي اللي خدا رئاسه اللجنه الاولمبيه، داز واحد الاجتماع في جو ديمقراطي، كان فيه حوار وحوار بناء المستقبل للرياضه المغربيه، وهذا هو الاهم. وكانت وكل واحد عبر على المسائل ديالو، على الطريقه والمسائل اللي هي قانونيه، وكذلك الاخوان كلهم رشحوا السي حسني بن سليمان رئيس الشرفي لهذه اللجنه الاولمبيه، ودازت الامور كلها بواحد الجو اخوي، جو رياضي كان فيها ايجابي، الايجابي اكثر من هو سلبي، ودازت واحد الديمقراطيه في الجمع. وتنهني هذا المكتب وتنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله، وهذا هو الاهم. وكانت نقاشات، وتنشكر جميع الاخوان اللي حضروا، كذلك كان كل شيء تيتصب باش نزيدوا بالرياضه الوطنيه، بالاخص الرياضه الاولمبيه، كما جاء في التدخل ديالي قلت لهم يلا جوج الرياضات اللي عندهم ميداليات اولمبيه، فلهذا لا يعقل خصنا برنامج طموح باش الرياضه الوطنيه. تنتمناو مع المجيء ديال المكتب الجديد ان شاء الله يطلعوا الميداليات في الالعاب الاولمبيه وجميع الالعاب. بالنسبه السيد الرئيس، بالنسبه يعني رياضه التيكواندو غير ممثله في الكوميتي الديريكتور ديال السيو، يعني انتم يعني رياضه التيكواندو تكون ممثله في المكتب ولا ما تكونش ممثله عادي، فهمتي؟ المهم التيكواندو دائما موجود في الالعاب الاولمبيه، ودائما موجود في الحركه الاولمبيه، دائما موجود في الانشطه الاولمبيه. هذا تيبقى الاختيار ديال الرئيس، ما ربما لان التيكواندو كان خصو يتاخذ، لان موجود في جميع الهيئات الدوليه والهيئات القاريه والهيئات العربيه الى اخره، ولكن ما تعزل شيء، ماشي مشكل. احنا واخا ما نتوجوش راه كاينين. كيفاش دارت الاجواء ديال الجمع العام الانتخابي؟ في الحقيقه اجواء ديمقراطيه، اولا كانت سخونه متشنجه ولكن كانت صحيه، حتى الرئيس الجديد ملي خذ الكلمه قال لك بانني كنبغي الصراحه وكنبغي الناس يقولوا اللي عندهم، وهذا ماشي عيب اذا كنا متخالفين شي حاجه، مختلفين. اللي كاين هو ان الحمد لله التقرير الادبي والمالي داز في حله جديده، وكان عليه المصادقه في الاجماع. انتخابات ننتخب الرئيس بطريقه سريه كما طبقنا عليه في القانون، بحال اللي كيقول القانون، دونك داز بطريقه سريه، نجح ب 27 ضد جوج، وجوج امتنعوا على التصويت. اذا الحمد لله كنا كنتسناو الجمع العام يكون سخون اكثر، ولكن داز في ظروف جيده وعاديه، وكل شيء مشى فرحان، على اساس ان العائله الاولمبيه والعائله الرياضيه ما بقاش في المناصب، قسمني بقات في العمل، لان انا بحكم التجربه نتاعي ماشي لازم تكون في الكوميتي الاولمبيك، لازم تكون في الجامعه نتاعك، والا نجحت الجامعه نتاعك راك نجحتي معاك الكوميتي الاولمبيك. سي بن عبد النبي، يعني كيفاش هي اليوم الحاله الصحيه ديال الماليه، الحاله الماليه ديال اللجنه الاولمبيه؟ وكتري الحاله الصحيه ما يمكنش نسيبو احسن من هذه الحاله هذه، لان خلينا باتريمون، اولا بحال اللي كتشوفوا قدامي، خلينا باتريمون ديال 45 مليون ديال الدرهم، خلينا تقريبا اكثر من 30 مليون في الكيس ديال اللجنه الاولمبيه، دونك حتى في الكونتابيليتي راه خلينا باش هاد الناس هادو يعيشوا تقريبا سنتين بلا ما يمدوا يديهم وبلا ما ياخذوا حتى شي منحه. اذا الحاله صحيه بترشيد نفقات، بشفافيه، بالعمل الدؤوب، الرئيس التوجيهات نتاعو واعضاء اللجنه حتى هما مشكورين، كل واحد عمل يديه وباش بنينا هاد المعلمه هادي وباش خلينا الحاله كما هي. شكرا سي بن عبد النبي. شنو لي زاكس ديالو اش غيخدم في البدايه؟ شنو هي؟ لي زاكس بريوريتير ديالو اش غادي يخدم الرئيس؟ لا قال لك دابا هو قال لك غادي، قال لك ما بغاش يدير برنامج بلا ما يجتمع مع الجامعات كلهم، لان كل جامعه عندها دي سبيسيفيتي نتاعها، كل جامعه عندها مشاكل مختلفه على الجامعه الاخرى، بغى ياخذ واحد شويه ديال الوقت باش يجتمع مع الجامعات وياخذ النبذه عليهم وياخذ المشاكل نتاعهم هذه، باش عاد اونسومبل يخرجوا بواحد خارطه الطريق. وكتعرف ان هذه طريقه جيده، الانسان غادي البرنامج بلا ما يعرف المشاكل الحقيقيه ديال الجامعات، حق البرامج العمومي موجود، هي تطوير الرياضه، كنا كنقولوا تطوير الرياضه، ولكن كيف تطور هذه الرياضه، وكيف باش غتبدا، وشنو تخلي الكور تيرم لو موان تيرم لو لون تيرم، تما باش غتبقى. كتعرف بان الرجل متمكن، وان شاء الله انا كنشوف بان غادي يكون الخير. اللي كاين هو ان الجامعات خصهم يعاونوا،
وحال اللي لجنه غتعاون الجامعه للجامعات لانهم استنوا صون الانكلي، ما يمكنلكش تفرق جامعه ما يمكن نربحو كنربحو كنا، ملي كنخسرو كنخسرو كنا.